السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزوجة الباحثة لزوجها عن عروسة ثانية تفجر مفاجأة. جدل كبير أثارته السيدة سويبة صابر خلال الأيام القليلة الماضية لتتصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشرها منشورا عبر فيسبوك تبحث من خلاله على زوجة ثانية لزوجها، والذي لقى انقساما كبيرا بين رواد السوشيال ميديا ما بين التأييد والرفض. الوطن استضافت السيدة سويبة صابر للحديث عن كواليس خطبتها لزوجها والبحث عن ضرارها وزوجة ثانية لزوجها خلال بث مباشر، إذ قالت: ما كنتش أتخيل أني كنت بسعى لتحقيق شيء معين، ولكن ما تخيلتش الهجوم بالشكل ده. يعتبر لقيت بنت الحلال لجوزي ومش هعلن عن أي تفاصيل غير على الجواز، ويكون الإعلان بشكل رسمي وهنحتفظ بالتفاصيل للوقت المناسب. وعن أساليب اختيار الدرة، قالت السيدة سويبة: هسيب له حرية الاختيار، وده قراره في الأول والآخر، أوافق عليه. المهم تكون خلوقة وتتفهم الوضع وتبقى عارفة إنها داخلة حياة مش كاملة. أنا برا المواصفات ودي ترجع لي. هو ما صرح ليش عن المواصفات الشكلية، بخلاف انها تكون خلوقة وعلى دين ومتربية وتكون ست بيت وما بتشتغلش. وريت له البنات اللي وافقوا وشخصيات كلهم. في ناس بعتت لنا عناوين وناس بعتت لنا ارقام تليفون للتواصل. بهذه العبارة وصلت السيدة سويبة الباحثة عن زوجها ثانية لزوجها خلال حديثها للوطن، إذ قالت: الأفضل تكون سايب أي سبق لها الزواج ما بين مطلقة أو أرملة، إنما الآنسة فيها ظلم من وجهة نظري، مش هيبقى عندها تقدير كافي ولا هتقبل الوضع. مرضاش أظلم بنت بنوت مع راجل متجوز ومعاه بنتين. السايب هيكون مناسب ليها بس ما يكونش عندها أطفال من راجل تاني، هيكون ظلم لزوجي انه يشيل مسؤولية اطفال لراجل تاني.